اولا وقبل كل شيء تنعزوا هذوك الناس مساكين اللي فقدوا، كاين اللي فقد ولادو، كاين اللي فقد كلا ولادو مسكين، كاين اللي سميتو. ومهم تنشوفوا حنا على ما تيقولوا الناس، داكشي شفنا في الفيسبوك وفي الاخبار، داكشي تيقولوا انا شي مشكل تيقني قال لك في السكه، فهمتي؟ على تنشوفوا هذا المشكل هذا اللي بيكون في السكه هذا، علاش هاد الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا ما يعودوش يجروا واحد سميتو اسبوع يعني يجيو يطلوا يشوفوا هذيك السكه صحيحه ولا ما صحيحاش، فهمتي؟ دابا على ما قلت تحسبوا مساكن دوك الناس اللي خلاو ولادهم، نعسان في الدار، كاين اللي خلاو والي جاي، فهمتي؟ هاد الشيء هذا البلان نقول هاد الناس هادو، هاد الشيء ماشي في هاد القطاع اللي عندنا، في هذا عندنا مشكل في قطاع الصحه، التعليم، كلشي عندنا هاد القطاعات، ولكن خصوصا هاد القطاع تاع سميتو تمدفع عباد الله بزاف في الكسيد، خصهم يرطوا ليه البال ديما، وديما تكون مراقبه، تكون على الاقل اسبوعيه، على الاقل يشوفوا هذاك الشيء واش هو هذاك. فوالا على هاد الحساب هذا دابا شفتي هاد المشكل هذا، راه بنادم غادي يولي يخاف. كاين بزاف ديال الاشكالات في حركه ديال النقل، النقل في المغرب صعيب شويه، والسكك الحديديه كلهم هشه. اللي السيده خرجت من لاكسيدون كتعيط، قالت لهم بلي من سلا والتران تيتحرك، الور كاين مشكل في السكك الحديديه. والاشكال تنلفتو انظار المسؤولين الكبار ان المغرب راه كيعاني وكيعاني وكيعاني كيعاني من حركه ديال النقل، ونتمنوا ان شاء الله تكون استجابه لهاد المسؤولين، لان هاد الشيء هذا راه صعيب وكثير بزاف. لا انا الصراحه جاتني انورمال، حيت ديجا فاش داكشي اللي قريت في مواقع التواصل الاجتماعي قالوا ان التران الاول اللي كان غادي في السبعه وصل لجهه بون قلادل، وحس نقص السرعه، نزلوا الناس ديكلاراو بان راه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. عاوتاني التران الثاني اللي جاي من طنجه نفس المشكل، وصلت لجهه بون قلادل وين خفض السرعه، هبطوا الناس قالوا راه شي حاجه ماشي هي. دوك المسؤولين، انا من جهتي كنظن ان المسؤولين هما اللي عندهم يد في هذا الشيء، حيت كون منين هبطوا الركاب الاولانيين في التران وديك لا راهو قالوا راه كاينه، منين وصلنا لجهه بون قنادل راه التران كان غادي عادي، وصلت تما وبقى انخفضت السرعه، يعني كان عندهم يتحركوا ماشي توقع هذه الكارثه. صراحه من نهار فاش كنت كنقرا في الرباط، كنت مشيت من مراكش للرباط، سخسخوني، هبطنا في كازا، بقينا ساعتين وحنا كنتسناو باش يجي التران الاخر، يعني تسخسيخة عاد زيد على السرقة اللي كتكون في التران، عاد زيد على النظافة داخل الترانات، ما كاينش يعني لونسيف. من تما مبقيتش كنركب في الترانات، صافي حرمت. واش بغينا نقولوا في اخر المطاف، الله القدر ديال الله اللي كتحكم. هادوك الناس خصهم يديروا شي شويه لونتروتيان، صحاب السكك الحديديه يديروا لونتروتيان، بالعلم انهم ديكلاراو دوك الناس اللي قبل بانه كاين شي حاجه ماشي نورمال في السكه، ديك الساعه كانوا هما خصهم يديروا الخدمه ديالهم، مني هما تجاهلوا هذاك الشيء. المشكل وقع بزمننا بعد الخطرات كنلتجئوا لها، واخا ماشي شي حاجه نيت شي خدمه نيت كنلتجئوا لها بزمننا. اللي انا يعني حادثه عاديه بحكم انه تيوقع الشيء عبر العالم وتنشوفوه، ما عندناش شي حاجه اللي نقولوا راه فوالا مشكل تقني ولا تهور السائق، يعني تيبان لي انا عاديه كجميع الحوادث السير اللي كتوقع عبر الطرقات. بالنسبه لاول شيء ونقدموا التعازي للضحايا، ونتمنى من الله تعالى بالنسبه للمصابين تكون لهم الرعايه الكامله. بالنسبه لاختي القطارات، كاينه ازمه ديال تقريبا هادي شي، انا عانيت نيت في المحطه ديال الدار البيضاء واحد الخطره، ما بقيتش عرفت كنت غادي نيت لفرنسا، وتعرضت ربما وصلت معطل. اخر من التحق هو انا في الطائره، ما كاين لا مواعيد لا احترام ديال التوقيت لا حتى شي حاجه، ناهيك على الاكتضاض. ولا ربما بالنسبه للحادثه نتاع البارح، انا كنشوف فيها ربما يمكن هي داخله في اطار ربما يمكن واش العياء نتاع هذاك القائد نتاع القطارات، واش وزايد على الاكتضاض وداك الشيء، وبالنسبه لديك الاشغال هي عندها التاثير ديالها. لهذا بالنسبه للحادثه كانوا كيقولوا بان المغرب ربما هذه شحال من عام انه كاين السلامه وكاين كذا في المسميخ، ولكن اللي ربما راه كانت اللي سمعت ثاني مؤخرا قبل مهدي، كان العديد من ربما لولا الالطاف الالهيه لوقعت حوادث مثل هذه السنه. انا بالعكس، انا عندي البطاقه وعندي تخفيضات، الان وليت كنفضل انا نمشي في الحافله نظرا للضبط نتاع الوقت ساعتين ونصف في الحافله،
بينما بالنسبه للقطار الأربعة السوايع للدار البيضاء ما خطرت، كنا كنقولوا راه ديرونجمون وكذا في الطريق وهذه، ولكن بزاف